بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الكرام. ربنا أعنا على الاستقامة حتى لا نكون من أهل الندامة يا كريم يا عظيم. أما بعد، السلام عليكم. والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالأفضل الأقدر جل جلاله وعم نواله كل الخلائق. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. تجيب الشكر ده مش بدون سبب، تشكر لي عندك إله، مش جيتك من لا شيء وقاعد تعاني في المشاكل اللي لا فيها رحمن ولا فيها قريب ولا فيها ديان ولا شيء. تحمد ربي على ذلك حقيقة. الشكرك يكفيك، والله بزاف يكفيك، ما يكون قوات بتزعي. ويكرمك ما لا أنت كنت من طين ومع ذلك نفخ فيك فأصبحت ذا قيمة وذا كرامة. وعلى شوفوا، حتى الحيوان يمكن عنده جزء من كرامة خاصة به. حاول العدوان عليه بأي إشارة وبأي رائحة وبأي صوت ولا حاجة، تشوف كيف يرد عليك. هذه الحق قضية هي تستحق أن تكون من الشاكرين لرب العالمين. نعود إن شاء الله تعالى.